إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني وعلى ونكسن دعوة ديالو برنامج كي تدوبار لها يبنديقا إسليوود وحانا مانتا مرتينو قوة تدوبات كاني محمد شريف او كا ايمان الحق بلاس مساجد كويا لجامكا مركا كسو دوو شيخ محمد شريف ادي او مهتسن ان بدن وحا لسويدينيا اما مرول با كسو نقطة دميرادا اما بلشادا ان اي مرول با اي تهريبان لكن تهريبكا محوصا كقابا دينتا اسلامكا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أنت أنا دين الإسلام كواحد كقبط أنا تلمامين وحن ربعنا ديفان قرايا أما ديفينيشن كبيحيو أرجع تهريب لي رهذا مركا أوجه الرئيس سيلو فهمه كدبنا مركا دين الإسلام كواحد كقبط أنا مفيرنا تهريب أرجع لي رهذا واللغة العربية أصل وحوها مركي باستنس أما فعل كمادقة هرب أي كيمت فعل كيس مضارعنا يهرب بنقطة مرك أقدم بيسا أو يسوب بدلا يمجع أنا تهريبا بنقطة ومت كهذا أرجع أنا ذيك سنة أو تهريب كأه تهريب كوا حوي أصل أهان عرروي قف كونه ملك عرر أو ملك لو هذا مداسي وحوي اللغة أهان مركان أفيرنا محوية هذه اللي يراه ذو عذر قال قلبي قبنا آذن ك دوذي سنة أي نقطة ماشو أردي إنه جاره أما وأجريه ذا أنتو سن ماشى جارن دوذي سنة لبدا على ضد مد بين نقطة دين الإسلام كمر كان أصل لابتو أرجع تهريب كأه كنا عصب حادثة ذا وكو عصب تهاي لكن حادثة ذا وحى حمبار سن تهاي بالا فيريا وحا اي حنبار سنتا يهدو خير نقضان والاقاتا دين تا اسلام کا هداي وحو وحو يهينا دين تا اسلام کو ما اقلا ان وحو لغو دقاقا وحن فيرين اينا مركا وحو حنبار سن يهي محو حنبار سن يهي اريغان تهريب کا وقفو انو ودن كيسي كا عرارو ميل قرباء او كو عصبنا او عرارو جيد کا او دحايانا او بهگوية يهي وقف کا نفتي سا او كتاه لكين ايو wadooyin kala marahaba badnaato laakiin mid Soomaalida ugu daran waa midkan Liibiya iyo badda ay maraan saxaraha iyaduna boqolkiiba 70 waxaan dhigi karnaa naftu waa ku halaagsan taa 30 habad baad hadday rabto sida darteed islaamkuna ma ogola qof naftiisu inay go'do ilaahi subhanahu wa ta'ala baana ka digaya wala tulqu bi aydikum ila tahluka ayu leeyahay naftiinaha u horseedina inaad halaagsantaan دين الإسلام كوا دين حريص ماها دين دتك أو أقولاته إني محوها أي كوه لك سمن أو أقولاته مرك دين الإسلام كوا وحكا قبتا إنه يهاي شيء حرام ما دام وقف كنفتي سوى جايز وان قرتي إن شيخو إن عاد هذا دل يرد وبحان أو محيط تهريبا وحين أوهن قل تاجي أن إني وضن شيء أي تجان إن محا إن وح خص بينا لما جرن كرو واي دل يردي أردن وح إن مرول بأي مران بدا ما دام أي بدا أي شيخو أي مران تاسي محال أتك أورن كرتا محاسة أد كفر الله دل يردا فرنتي دو إسكع الدهاي وحيوافق سنت هيدين تإسلام كا ما دام برنامج كو برنامج دينات وياهي فرنتي ذو حوى إلهي سبحانه وتعالى هلا قاعب صدو أوامرتي أنا أمري أما وحيا به أنا أمرينا هلا فرتومه أو أي كم تهاي إن هلا قال قد إرادو حمانتي أنا جرها بينا هلا جرها بتومه وحن ربا وناجي أنا أمري هلا راعه أو أي كم تهاي عبادات كي يو معاملات كي
حمانتي او نغا ريباينا هلغا فوغادو او اي كاميتا هي وحيابان هلغا دعاي او كو كاي هي بولشادينا كلا غابيي تهريبك ما شاء الله ان دليردين ان شيخو انت بدن ان زائد أي أباحان رج إيه دمر بق إن إنكستو أي تعليهن إني وضم هذا شيء شيء أي كوكلفت إليهن ظروف بان وضن كني عن وقت جينا أو عن وضم كله عن أم العسنة ناسدي عن قطول يوم كنا إيه هر سر إن عن كوجارنو إن مركا إن شيخو سياس أي كوت جان هذا بالمحاد أوران الله هيدت كساء أو عبنا يا أوربا إني وضن kala ay ka soo shaqeystaan oo ay dhahaan anagu manihiin manalihiin wadankeena biis oo nabad ma haysano waxaan ay halka ugu ordeynaa bay leeyihiin in aan maxay hayto ku noolaano oo nolol maamedkeena aan ka dhacsano bismillaah raxmaan raxiim laba inaan u kala qaadan raba waa mid nolosha ay doonayaan ah inay nabadgelyo ku noolaadaan waa mid midda labaad ee kale inay qootulyoomkooda ka dhacsadaan hadii aan fiirino qotulyoomka ama nolosha qofka bini'aadamka inta uu nool yahay wuxuu ku noolaado uu doonayo ilaahi baa wadan noo sameeyay subhanahu wa ta'ala wadadii hadii la raaci lahaana ma timaadeen caqabadaha iyo dhibaatooyinka badan ee hadda taagan waxa kamida ilaahi subhanahu wa ta'ala hal shardi buu nagu xiray wuxuuna noo balan qaaday in ka badan 10 shardi inuu noo oofinayo shardiga kaliya uu nagu xiray uu yiri sameeyo waxa weeye aniga halayga cabsado cabsida ilaahay hadii aan oofino shuruudaha aan maanta bada ugu daadanayno ilaahay isaga noo balan qaaday inuu sameeyo oo ah aayadka quraanka ku jira oo man yataqillaaha qofki ilaahay ka cabsado kale yarzuqhu min haythu la yahtasib ilaahay wuxuu ka irsaqa oo wax ka siya meel uu san ka filaneynin balan qaadkaas wuxuu ku fulayaa inaad ilaahay ka cabsato ومن يتق الله يجعل له من امره مخرجا هدي الهي اد كعبسته الهي با وحكو فريا ودو اد كنولاته ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا هدد الهي كعبسته الهي با وحكو فدودين يا وخي اد وباهنتاي او وناغ اه واتقوا الله ويعلمكم الله هدد وحبر شربتي الهي كعبسده اسغا وحدين بريه markaad saa u fiirisa ilaahi subhanahu wa ta'ala halka shardiibo ku xiray ee in isaga laga cabsada isaguna inuu intii kala ku balan qaadayo mid ah nolosha peace ko kale wa man yatawakkal 'ala allahi fa huwa hasbu qofkii ilaahi tala saarta isaga ayaa ku filan idan waxaad aragtaa qofkan qararaya ee halkan ka qararaya inuu san ilaahi tala saarashadiisi uu san aaminsanayn oo uu leeyahay taladi ilaahi baan ka go'ay oo waxan u ordaya qurbo iyo wadamo kale si aan u helo nabad wuxuuna ka qararaya taladi Ilaahay uu tala saaran lahaa marka waxaan leeyahay labada shay ee aad u ordeysaanba kitaabkiina Qur'aanka ah ayuu ku dhex jiraa si fiican u dhuuxa idinka ka heli doona balanqaadka Ilaahayna meel dhula ma dhaco oo balantiisu balan la gafama noqotee horey baad ka helaysan hadii aad ku dadashaan waan gartay ما شاء الله بل أن أجن حق سؤالها دم يرضى بالوحي كخبان يا شيخ إني سويديا بسم الله الرحمن الرحيم قفكو هادو xanuunka ku dhaco tahriibka la yiraahdo siduu isaga reebi karaa waxaan u fahmay su'aashu inay sida tahay ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wasta'inu bisabri wasalaah arrima marka doonaysaan inaad samaysaan waxaad u kaalmaysataan dulqaad iyo salaada u kaalmaysta labada shay hadii loo kaalmaysto ereygii aad rabtay ama muxuu ahaa barnaamijkii aad rabtay inaad ku dhaqaaqdo inuu ilaahay ka saxarana aad ugu talagasho badbaadana aad raadinayso dulqaad badanna waad sameynaysaa salaada ilaahay subxaanahu wa ta'aala waad ku dadaalaysaa environment-iga laga jecel yahay in laga tahriibana waad ka fogaanaysaa مدام يعني تهريب كيستو ممنوع يد على ما نقول حتى وحي شيء حتى يقلان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وعلى عباده الذين اصطفى وحنو فهمي تدك قحوتيغا آذا يانو فهمي قحوتيغا لا آذا يو iyo tahriibka farqi weyn baa u dhaxeeya qaxootigu waa deegaan deegaanada dadku degan yihiin kamida umad baa degan wadadiisa loo sii socdana geeri kama timaado maslaxada diinta islaamka ay ka leedahayna waxa weeye qofka noloshiisa go'aysa inay badbaadiso dhibaatooyin badan waa jiraan nolol xumo waa ka jirtaa qaxootiyadu sida aad sheegayso cudurro waa ka jiraan laakiin geeridan degdeg ah ee qofku intuu kaadidiisa cabo haddana wuxuu ku daray intuu garan waayo ee naftu ka baxayso kale kama jirto cuduradana waa asbaab ilaahi baa keena qofka markii uu rabo ilaahi uu damco in la dilo oo nafta laga qaado sabab baa loo sameeyaa malakumowdka suu u soo socdo daf inta badan iskama siiyo laakiin waxba lagu sababaa ama shil ha galo ama cudur ha ku dhaco sabab baa timaada cuduraduna waxay ka mid yihiin asbaabtii timid haddaad ileedahay qaxootigan laga baxayo siday kula tahay waddankiina laga hijroonayo xubul watan waxay ka mid tahay qofka qalbigiisa waxa ilaahay uu ku beero markuu dhasho deegaankiisa inuu jeclaado waxaanan uga dayanaynaa xadiidkii cabdillaahi ibn cabaas uu weerinayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu maka ka tegayay ee qoomkiisii intay dhibeen uu ka hijroonayay magaalada madiina magaalada maka markuu ka baxay intuu ku soo jeestay buu magaaladii maka la hadlay makaay adiga waan ku jeclahay buu yidhi lowlaa qoomkayga aysan ibixinayninna deegaanan adiga ahayn kuguma doorsadeen waddankaaga inaad jeclaato waa muhim sida aan ka dheehanayno qowlkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laakiin dembiga ay keenayso qofkani inuu isku biimeeyo waddada saxarada ah haddana uu bad sii galo nolosha uu raadinayana kharashka uga baxayo haddii la fiiriyo uu uga fiicnaan lahaa kharashka uga baxayo aada bay u kala duwan yihiin tani hadduu ilaahay cudur kugu sababana waad geeriyoonaysaa waana meel lagu noolaado qofuu rabo ilaahay ha kaaga soo adeejiyo gaal iyo islaamba laakiin meesha waa meel lagu noolaado hadda qof xanuun u dhintay mooyaane qof tahriib buu ku dhintay ama saxar uu ku dhintay qaxootiga lagama sheegin nolol xumo waa iska taallaa nolol xumadana insha allah waxaa keenay waan isu sharxi doonaa haddii janis yar la ii siiyo laakiin qaxootiga iyo difference baa u dhexeeya iyo tahriibka qofku qaxootiga waa ku noolaan karaa waa deegaan deegaanada dunida ka mid a laakiin tahriibku waa mamnuuc fi lislaam dad waxaa jirta ee dalal ku kalifi karta inuu tahriibo waayo waxaa laga yaabaa inay qofkaas tahriibayo ay waalidkiisa halkaas ay ku maqan yihiin oo isagiina wax u qaban waad wuu isdhihi karaa yaan dadkaa waxay ku qaban lahayiine bal waddada mar marka ruuxaasoo kale isagana maxaa laga yaaba waxna waa ciil qofi qof ka keenay waxna diin weeye haddii ummadaadu ay kor jirto waxbana kuu qaban weyday darteed baan u tahriibayaa oo ilaahay aan uga macsiyaysanayaayo macsiyo uusan ilaahay ii ogoleyn aan u samaynayaa haddii ay tahay arrinku waa cad yahay waxaad ku tahriibaysana waa la yaqaanaa dadka ugu yar bulshada waan waraystaa inta badan inta maqan ee intay tahriib gashay ilaahay ka badbaadiyey iyo in walaalahood saxarihii ku dhammaadeen iyo badi intaba waan waraystay ninkii iigu dambeeyey ee aan wareysto $80,000 baa iiga baxday buu yidhi inaan kenya ka baxo
السودان يسيمر ان محوها ليبيا بدا انغالو انتلياني تاغو 8 كون دولار با ايغا بخده 8 كون قيمها اي او دغانتو وا لعق 1 مليون او كينيا كو دواد اه بقول يخوغا با ديمان wax soo saarka wadankan ka jira ganacsiga ka jira hadii loo fiiriyo 800 iyo xoogaagaas haduu sanad geliyo sanadka labaad 2 milyan baa u dul fuulaysa markii aan economic ahaan aan fiirino dhaqaalaha wadanka soo u hormarsan yahay baahima haysa marka ninka dhahay badan maraya saxarahan maraya kaadiban si cabaya kadibna shul iyo shalban bada ku galaya baahima hayso baahida waxay hayn lahayd markuu 800 kun oo la yahay ama 800 dollar markaas aad dhihi lahaa ninkani waa baahan yahay qofka baahana waa la yaqaan xuduudu islaamka ku leeyahay zakaatka markii la qaybinayo kale masaakiinta iyo fuqarada dadka la siinayo soo gali lahaa oo hantima waayeen marka wada ay ugu banaantahay inuu ku tahriibo diinta islaamka meel ay kaga qorantahay ma jirto waxaan u fahmay qof muslima inuu la noolaado qoys gaala ah markii la isku saaruri wala la noolaan kara mushkilad ma leh hadii baa laga soo reebaya waxa aad cunaysaa ay yihiin wax diinta islaamka ku banaan hadii laakiin ay tahay qoysku inay doofaar cunaan diinta islaamkuna aysan ogoleyn waxyaabo kale oo aysan banaaynina ay muxuu ahaa isticmaalayaan aadiga diintaadina aysan xurriyad ku siinaynin inaad ku dhex muxuu ahaa ilaahay ku dhex caabudo markaas inaad ka carartaad leedahay laakiin haddii intaas oo dhan ku ogol yihiin de waagii ay nabi maxamed iyo calayhi salaatu wasalaam diintu ay bilowga ahaydba waa la isku dhex noolaa oo waxaad arkaysaa intaas oo isla dhalatay ama isdhashay oo hal guri ku wada nool oo qaybina ay yihiin gaalo qaybuna ay yihiin islaam laakiin qayb kasta markasta waxay haysatay xurriyadda caqiidadeeda inay taaba geliso laakiin hadii lagu diidan yahay adiguna qof muslima aad tahay aadna helayso makaan aad uga baxsato inaad meeshaas sii joogto ma wallahu aclam waa dardaaran aad siin lahayd dhalinyarada soomaalida meel kasta ay dunida ay ka joogaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن أنكو دير هذا مرحبا برنامج كتهريبك إيو دردارا تهريبك وانكو دا درك سنة هيدا لن يرادو وإيغا في فرعوني هين وإيغا مغالا دا إيغا بدن وإن دريم أيان حنونك أولي يهي وحان ربا إن أنت الماما حديث nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku sheegayo qofka markii caloosha hooyadii raximka lagu beero afar biloodna uu dhammaysto neefti iyo nafti lagu afuufayo waxyaabaha malaga loo soo diro waxaa ka mid ah risiqiisa inta uu ka geeriyoonayo in maalinta loo qoro haddii aad isleedahay marka risiqaagi wax ka badan baad helaysaa haddaad reer galbeed iyo yurub aadomay habeenka ama maalinta wixii lagu qoray ee lagu diiwaangeliyay umbad helaysa mid kale xaqiiqatan waxa dhacda qof halkan ka tahriibay saxarihii silac iyo saxariir ku sii maray baddi doontii laga doontay ilaahayna ka badbaadiyay haddana markii uu meeshu u ordayay tagay nafti ay ka baxday waa wax dhacday oo lahayo oo xataa idaacadaha laga sheego ayaan dhawaydaan idaacadda ka dhagaysanay bilna wuxuu ku jiraa صدر معلومات وحو كجرا مال فريج اه حتى قبر لما جينين قف كاسي وحو او اردي وحا هيد انو هم يجي سي نولوشي سا مستقبل كدسو الهي سبحانه وتعالى انا تلدي سمال بيتالي انيغو امد مركان اوغا شيغايا نينكاس اوغا شاكاينا وحان ارادا وا نينكي غيريديسا صحاي او قاتايو تيغيد بدن كبخيه
سبب تأسيدت وحالة المامات سيدت كنا نقول يرتاي سيدت كنا دولار بوضدها كسي مري سي أو نفتي سا أو جد إلهي سبحانه وتعالى أو نفتي لوجا قاضو ماش عشان لوجو قاضو أنت وحقو أردي وحقه نفتين هبين كي أتجي مال أنت هذي بنفتك بعد مركب حد أوجتا أما يرب أو عرر أما ودن كأجفر مال أنت إلهي كو قدري نفت هذا ما دافعش حلقي على شاعات كجرتي عنت هذه لوجو قرينا سكستود أبود دافي ميسد هذه حقيقة داس عاد هيسته ودن كأجا وحق روح بدن أما ماشي مركب عاد جنتهاي إن سينولال ونعكسن كرهات ستة وامد تردارن كي جو حويها مرك إله سبحانه وتعالى عبسيدي سينام بدنو أريجاس إن بدن بعلماء الشيعان لقيا بعين دلني ردو يرهدان وروان عبسنا يو إله نوان كعبسنا صلاة نوان تكنا خلاص محاوي وحكل الرهدين ماي صلاة ومفتاح الجنة أما عماد الدين سيد علماء تلمامان واتير كإسلام كتير كأقول حياة هادات إياه ذا كده ذا شو إلهي كأقبلنا وحكة استوكو أقبل مايا بدرك تيمو ذا دادو أنت بدن مساجد إسكافر يعني هادنا نلاش هذا ومستكفي خميس عاد بولا صباحا هبين كنا جرجي سوء هو إذا على إس بدن ما هي بحيك كل سويهن قدر كربي هذا قدرنا وحي أمين سويهن مالن تاس إنه يسنبوك أوجرين إن عنت أي هلان هذه وحيلنا وحو أمين سينها وحس وحلي إن أقرنيت مالنتي على شو هو يدي أكجرة أنت سعدان إسلوا ذا أمين لهين ودن كينونا ونبذوب لها أننا جونا فائدة بدن بانجار لهين وحن إذا كل دردار ميا عبسد إلهي إن بدنه صلاة واجب كأهنا أن كده ذلنو تصنع ذا يدا إسكي من دون تمر كتنا إن جا أنسحده وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد أيادو مع سنتهاي محمد الشيخ إن جزاكم الله خيرا أجري حسن هذا السوق وبكرنا الله كاسيو أنت لم يرد عاد فائدة سي إن فرصة عاد قالي عاد نصيصي عاد أيان كاجا محل علينا برنامج كي تدوباد لها بديك سليبونا أنت أيو كسوق جبينا أنت عندي دمبكو كل مدوننا وحين جتجينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
thank you very much. Thank you very much, Somali traditional dance. Thank you very much. Kindly appreciate them. Kindly appreciate them.